ده انتي شوية ضغط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابي في الله. وبقى في الدخاء لأن من قبيلة وأنا كان راجع وكان دور. هذا الموضوع ندخلوا ليه مباشرة، وهو المكاتب العمومية في كندا. بزاف ديال الناس اللي سولوني على هذا الموضوع، وقلت علاش لا نعمل عليه فيديو باش الكل يستفيد. إذا هاد المكاتب العمومية أشنو المزايا ديالها؟ واش عندكم الحق فيها ولا لا؟ وأشنو ممكن تستفدوا منها؟ قبل ما نعطيكم المزيد من المعلومات، يلا معايا تشوفوا واحد دوكيمونتير عملته انا والعائله ديالي. مشينا لواحد المكتبه العموميه كاينه هنا في اورليون، وريتكم مزيان المرافق اللي موجوده في هذه المكتبه العموميه وفي غالب المكاتب العموميه. المكاتب غالب المكتبات العموميه كيكون فيها نفس المرافق. اذا نمشيو جميع نشوفوا دوكيمونتير وعاد نرجعوا نكملوا الفيديو. البداية دابا كتقلب على الكتاب اللي بغات هنا باش تشوفوا فين كاين، واش كاين اصلا ولا لا. ويلا ما لقاتش الكتاب كتكليكي على هاد هولد، يعني الى جا الكتاب المكتبة يخليوه ليها. خليني نهضر مع احبابي. هادو بحال بيروات صغار، تجيب معاك البيسي ديالك وتجلس تخدم هنا. كيف ما كتشوفوا كاينين لي بيسي وكاين الويفي، تقدر تخدم فابور الى كنتي مسجل وعندك الرقم ديالك ديال البيبليوتيك كيف ما كتشوفوا. فوالا جيسبيغ تحد ما يقول لي حبسي من التصوير. No filming in a library. I don't care. سيداتي وسادتي، نتوما غير في البيبليوتيك، ما تظنوش اننا مشينا لشي اوتيل ولا شي حاجه. لا لا لا، حنا غير هنا نجلسو نرتاحو شويه. هدايا نجلسو نرتاحو شويه. سلمى خلينا نجلسو شويه نرتاحو. هير يو جو. الله سلمى اش كدير؟ يلا نمشيو بلاصه ديال الاطفال الصغار. الاطفال الصغار بوحدنا اللي محيحين. ميمكنش نتكلم بصوت عالي من بعد. ودابا بغيتكم غير تشوفوا البيبليوتيك كيفاش دايره، ومن بعد غادي نفسر لكم مزيان كل شيء من طقطق حتى السلام عليكم. شحال هذه ما سمعتوها هاد ليكسبريسيون. خدي انت مان لباباك، انت مان كيبغي يقرا هذاك الشيء هذاك الشيء، وانت خدي الاخر سبايدر مان، وانا خدي ليا هالك. كان هضري بوحدي. هولك هو شي قلت يور فيفوريت. انا ماي فيفوريت هو هولك. لكن فراغ انا بدو فروسي. اذا شفتي هذا هذا واو هنا كيجيبوا لكم قهوه وكيقولوا لكم اش تاكلوا. عندكم تصحبوها بصح. جيكزاجير هنا بلاصه ديال الوليدات. كام ويت مي. سكتوا سكتوا كان فيلمي خزنه. هذه بلاصه ديال الوليدات الصغار، فيها القصص بيان سور ديال الوليدات الصغار. هدايا كوكو تضحكوش. واش انت عارف جيرانمو؟ جيرانمو ستولتن and his sister Eva Stilton. What color is the sky? I am your amor, I am your amor.
Look at this. Nice, 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 nice. That's a different story. جيسبيغ تكون كيبان لكم لان كان فيلمي ومخلوعه مخلوعه هذا شي حد يقول لي انا برد هو عاد الكاميرات كاينين اخليها على الله. دابا هنا بدات تسكاني لا كارت ديالها هدايه بديت تشيك اب قالت لينا هذا تسد من هنا 15 مينوت ولا هدايه دخلت الكتوبه اللي خدات لان كاين واحد الديري خاصها باش ترجعهم وترجع التليفون او يا هنا الا كانت لايبراري مسدوده جيتو شي نهار لقيتوها مسدوده بغيتو ترجعوا ضروري خاصكم ترجعوا الكتوبه قبل ما يفوت الحال لان غادي تخلصوا غرامه الا فات الحال وما رجعتوش الكتوبه واحد ديلي معين كاينه هذه بحال الشكل ديال الرسائل ديال لابوست كتحطوا فيها الكتوبه ديالكم فوالا ريتيرنز غوتور ودائما كيف ما كنقول لكم وكيف ما كننصحكم ضروري ما تقراو اشنو مكتوب حنا دائما ما كنقراو باش تستافد من هذه المكتبات العموميه خاصك تعمل انخراط يعني تكون عندك بطاقه ديال الانخراط هي مجانيه بكل المرافق والمزايا اللي فيها وباش تعمل هذا الممبرشيب كارد يا اما كتمشي مباشره يا اما كتسجل فقط عبر النت يعني عبر لو سيت ديال هاد المكتبه اللي بغيتي تسجل فيها كندا كلها عامره مكاتب وفي اي حي كتلقى مكتبه وإلا ما كانش عندكم معلومات كافيه من الاحسن انكم تمشيو اون بيرسون يعني شخصيا تسولوا الشخص اللي مسؤول على التسجيل ما هي المزايا اللي ممكن نستفد منها من هاد المكتبه لان كاين بزاف المسائل اللي ممكن يستفد منها المنخرط وحنا ما عارفينش يعني سؤال مباشر ورقة وقلم وباش تكتبوا جميع المزايا اللي ممكن تستفدوا منها عامة ممكن تستفد من المكتبة بأنك تقترض منها تقترض ماشي كتاخذ كتقترض منها كتب وسيديات وديفيدي بشريطة أنك ترجعهم في الوقت اللي غادين يقولوا لك عادة كتكون 3 أسابيع كيبقى عندك مثلا الكتاب 3 أسابيع كتقرأ على خاطرك تاخذ منه معلومات وكترجعه إذا ما رجعتهمش في الوقت المناسب كتخلص واحد الغرامة هي قليلة ولكن كتبقى غرامة كذلك كاين هناك وركشوبس اللي ممكن تحضر ليهم وكاين كذلك برامج متعددة حسب الأعمار للأطفال وللمراهقين وللشباب وللشارفين وكيف ما قلت كاين هناك مسائل اللي ممكن تقترضها أو اللي ممكن تستفد منها من مكتبة عمومية حسب فين كاينه هاد المكتبة العمومية حسب الحي وحسب المدينة ولكن ما كيكونش الكل عارفها هذاك الشيء علاش قلت لكم من الأحسن أنكم تسولوا وتمشيوا مباشرة وتسولوا مباشرة أشنو ممكن نستفد من هاد المكتبة بالضبط وبطبيعة الحال ما نوصيكمش أنها أمانة وخصكم تحافظوا عليها حتى ترجعوها كيف ما هي كذلك ممكن تصطحب الابناء ديالك خصوصا الا عندك وليدات صغار البيبليوتيك وتقضي بعض السويعات تما باش يتعلموا انهم يقراو لان كاين زهود كبير جدا على القراءه يعني المكتبه فهي واحد المؤثر مباشر ومؤثر جيد باش الوليدات ديالنا يبداو يقراو يعني كيمشيو يبقاو يدوروا في الصفوف اللي ديال الكتب وكيبقاو يبحثوا ربما تعجبهم شي حاجه يقراوها وربما تلقاو ديزاكتيفيتي اصلا كاينه تما في المكتبه وكيكون احيانا بعض الاشخاص اللي كيسردوا قصص على الوليدات الصغار يعني كيكونوا عامه برامج جيده بالنسبه للاطفال وكذلك ممكن تحصل من Public Library على جواز فردي أو لا عائلي اللي به كتمكن أنك تدخل مجاناً لبعض المتاحف ولبعض المنتزهات وعلى ذكر المتاحف إذا عندكم الاختيار أنكم يا إما تبحثوا على هذا الجواز اللي كيخول لكم أنكم تدخلوا مجاناً للمتاحف والمنتزهات إلى غير ذلك وهذا الجواز كيكون ديفيسيل باش تلقاه لأن كيكون كل يعني خاصك تبحث اونلاين كل مره وإنا بيبليوتيك كيكون فيها يعني كيتنقل هذاك الجواز كل مره وإنا بيبليوتيك كيكون فيها وكيكون عدد محدود وكيسالي دغيا بالنسبه للمتاحف انا اشنو كنعمل كنبحث لان كل متحف عنده يوم خاص وغالبا كيكون الاربعاء ولا الخميس من بعد الخامسه مساء كاين بعد مرات من بعد الرابعه مساء كيكون مجانا هادشي اللي كندير ملي كنبغي نمشي لشي متحف معين انا وليداتي
كنبحث هذاك المتحف امتى الدخول ليه مجانا، معاش الى نهار الى وقت الى غير ذلك، وكنمشيو في الوقت المناسب. الا كانت الخمسه راه الخمسه كاينين حنا تما، اون فوا كيحلوا المتحف كيقولوا لنا اللي بغي يدخل مجانا راه دابا مجانا، فحنا الاولين. بالنسبه للسيده اللي سولتني واش ممكن تلقى الكتب المدرسيه في المكتبه العموميه، فما غنقدر نقول لك لا ايه لا لا، ربما تلقاي ربما ما تلقايش. وواحد النقطه بغيت نشير ليها، لحد الان انا ولادي حنا ساكنين في اوتاوا في اورليون، لحد الان ولادي ما شريت لهم حتى كتاب، يعني ولادي اللي اقل من 13 سنه. بالنسبه ولدي اللي في اليونيفرسيتي كيشري كتب، وكتب غاليه، الكتب ديال الكليه فهي غاليه الثمن. بالنسبه لولادي اللي قراو في الابتدائي ودابا بنتي في الاعدادي، لحد الان ما شريت لهم حتى شي كتاب مدرسي تماما ونهائيا. هاد الناس اللي كيسولوا على كتب مدرسيه ربما في شي مقاطعه اخرى انا ما عارفهاش كيطلبوا كتب مدرسيه. وكذلك هنا بغيت نقول الا بغيتي شي كتاب معين، سواء كتاب مدرسي او لا اي كتاب كيفما كان، وعارف لو تيتر ديالو عارف العنوان ديالو، ف كتمشي كاين يا اما اونلاين، كلشي كاين اونلاين، تبقى غير في دارك الا كنتي تعرف تتعامل اونلاين. الا كنتي بحالي كتبغي تمشي شخصيا، انا دائما هذا هو السوليسيون اللي كنفضل هي نمشي شخصيا، يعني ديروا في بالكم انكم ممكن تريزيرفيو شي كتاب ان فوا كيدخل، لانك يقدر يكون في البيبليوتيك، يعني غتشوفوا واش كاين اصلا يكون في البيبليوتيك مي غادي يكون خارج انت، باش ملي يدخل يبقى لك انت ما يجيش واحد اخر يديه فكتريزيرفيه. فوالا جو بونس انني قلت لكم كلشي، جو بونس انني قلت لكم كلشي على المكتبه العموميه. الا ما تطرقتش لشي نقطه معينه وبغيتوا تسولوا عليها في التعليق اوف كورس، واللي عنده احبابي الجواب يخليه لهذاك الواحد اللي خلى السؤال في التعليق. فوالا هادشي اللي كاين، الا عجبكم احبابي الموضوع واخا ما يعجبكمش ديروا لايك وخليوا تعليق وبارطاجيو. اللي ما ملتحقش بالعائله على الانستغرام يدخل دابا 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 دابا، راه كنخلي لو ليان في صندوق الوصف وكذلك مثبت في التعليق. كنتمنى نبقى عند حسن الظن ديالكم احبابي، احبكم في الله. جيهان من كندا تحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.